جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.